خلصنا البون اوف ذا لور لم، بس نجي ناخذ المصل اوف ذا لور لم. المصل اوف ذا لور لم راح نقسمها قسمين، مصل اوف ذا جلوتيال اريا ومصل اوف ذا ثاي، يعني المصل موجوده بمنطقه البوتيك والمصل الموجوده بالثاي. بس قبل لا نحكي عن المصل راح نحكي على فيشيا. تدرون اكو كل الجسم، كل جسم الانسان موجود اكو فيشيا. فيشيا هنا يعني غطاء يغطي لنا المصل والبون زين، ويعزلناها عن السوفت تشو، كل وحده يعزلها عن السوفت تشو. راح نجي نحكي هسه عن الفيشيا شنو. اول شيء راح ناخذ الفيشيا بصوره عامه. شنو تعريف الفيشيا؟ الفيشيا از اشيت اور باند اوف فايبرس تشو lying deep to the skin. It lies in vast and separated structure within the body. هذا تعريف الفيشيا ان جنرال، هو عباره عن باند اوف فايبرس تشو تحيط لنا، وين موجوده؟ deep to the skin، تحت السكن موجوده. شو تسوي؟ تحيط او تغلف وتعزل، تغلف وتحيط وتغلف وتعزل الستركتشر اللي داخل البودي. There are three main types of the fascia. How many types of the fascia? عندنا three types of the fascia. Superficial fascia السطحية، والديب فاشيا العميقة، والفيزرال فاشيا هي الفاشيا الموجودة بالأبدومن. زين؟ هذا الفيزرال فاشيا احنا مهم هاي تاخذها بصف ثاني على مادة الصف الثاني مال التشريح. اللي تهمنا احنا هسه السوبرفيشال فاشيا والديب فاشيا. السوبرفيشال فاشيا بلانتس وذن ذا ريتيكولار لاير بنيث ذا ديرت، تحت الديرت يصير كلش مباشرة السوبرفيشال فاشيا. يعني متى تفتح السكن او ما تفتح السكن راح تجي تلقى الفاشيا اللي هي سوبرفيشال فاشيا. الديب فاشيا انفلوبس مسل بون ان نيورو فاسكولار ستراكشر، يعني كل مصر قلنا محاطه بايش؟ بفاشيا، وكل بون موجود هم محاط بفاشيا، وكذلك النيورو فاسكولار ستراكشر. هاي الديب فاشيا. اذا عندنا تو تايب اوف ذا فاشيا، سوبرفيشال فاشيا اللي موجود مباشره تحت السكن، وديب فاشيا اللي تحيط لنا وتغطي لنا المصر والبون والفاسكولار ستراكشر. الفيزرال فاشيا قلنا بروفايد ممبرينس انفستمنت ذا سسبنت اورجان وذ their cavity، اللي هي تحط لنا شنو؟ هاي عباره عن غلاف تتعلق بالاورجان اللي داخل البدي، داخل الكافيتي ان ذا بودي. قلنا هاي ان الفيزرا فيشيا مو يمنا هاي، بس هي نوع من انواع الفيشيا. نجي هسه اناتوميكال ستراكشر. الفيشيا الموجوده عندنا باللور لم اللي هي او الثاي، شو اسمها؟ ذا فيشيا لاتي. ذا فيشيا لاتي از ا ديب فيشيال انفستمنت of the muscular musculature of the thigh and is analogous to strong دكتور انقطع الصوت. دكتور الصوت ما انقطع الصوت. دكتور انقطع الصوت. Prominence of the tibia. It is continuous with what is renamed the deep fascia of the leg, also known as the crural fascia. اذا هسه الفاشيا لاتي شنو هي؟ هي عباره عن ديب، نوع من انواع الديب فاشيا انفستمنت تغلف لنا المصل اوف ذا ثاي. وبعد وتشبه از انالوجس بالقوه والاكستنسبيلتي للمن للستوكن للجوارب. كانوا شلون جوارب؟ شايف الجوارب هاي طوال بس هي. زين؟ it begins تبدأ it begins approximately insertion مال التمنيه around the iliac crest. الiliac crest شنو هو؟ bone of the pelvic. تاخذونه بالصف الثاني pelvic anatomy، تاخذونه بالمرحله الثانيه. فاحنا هسه هواي اكو شغلات راح تمر علينا هي تخص البيلفيك بون
اسماءها هاي تحفظوها حفظ، او تطلعون الكلر اطلس وتشوفون اسماء مالت اسماء البون اللي راح نحكيه بالمحاضره هسه عندنا هنا، لان هاي البلفيك بون تاخذوها بالصف الثاني، فاليا كريست هي جزء من البلفيك بون. زين فا ات بيجنز بروكسيمالي يعني الاورجن مالتها اراوند ذا اليا كريست بدميه من الاليا كريست تاخذ اورجن ان انجواينال ليجمنت and end وتنتهي distally to the bone prominence of the tibia. يعني تمتدي الفشلات تمتدينها من الكريست المن توصل للتيبيا ويان بعدين وتستمر ويان والفشل of the leg. قلنا احنا كل مكان بالجسم اكو به فشل، superficial فشل قلنا جوا السكن والديب فشل اللي يقدمنا المصل والبون والنيوروباسكال ستركتشر. الفشلات هي نوع من انواع الديب فشل تبدا من الكريست وتنتهي وين؟ بالتيبيال برومنسي of the tibia وتستمر ويامن والديب فيشي of the leg اللي يسميه كرورر فيشي. The depth of the fascia varies considerably across the thigh. It is thickest along the superior lateral aspect. Along the superior lateral aspect of the thigh where it arises from the fascia condensation of gluteal maximus and medius. It is also thick around the knee where the fascia receive reinforcing fiber from tendon of the quadriceps muscle. The fascia investment is thinnest where it cover the adductor muscle of the medial thigh. شو المعنى هاي؟ ايش قلنا احنا؟ سمك the depth of the fascia lata يعني سمك او عمق الفاشيا lata سمكها راح يختلف حسب المنطقه اللي تمر بيها. احنا ايش قلنا؟ قلنا ما تمتد الفاشيا lata تمتد من الكريست اني وين قمت الى التيبيا الى بون برومنس اوف ذا تيبيا. زين العمق او سمك هاي الفاشيا lata تختلف حسب المنطقه اللي تمر بيها. زين واضح؟ الكروس ذا ثاي It's thickest along the superior lateral aspect. أكثر ما تكون بيها سميكة وين at the superior lateral aspect of the thigh. ليش يكون ما تكون سميكة بالsuperior lateral aspect of the thigh؟ هاي تنتبه تجيكم MCQ. اللي قال the fascia lata is thickest at the anterior lateral أو superior medial. خطأ لو صح خطأ. ليش؟ لأن هي وين تكون ذكية بالsuperior lateral aspect of the thigh. ليش يكون بهالمنطقة سميكة؟ because where it arises from the facial condensation راح يصير راح تكون فيشيا هنا راح تكون راح يصير عند كثافة بالمنطقة الفيشيا هنا راح يصير أكثر سمك وأكثر هذا بالمنطقة هاي بسبب facial concentration of the gluteal maximus and medius الفيشيا اللي تغطينا الجلوتيوس مصل اللي موجودة بالجلوتيال أريا هي الجلوتيوس ماكسيموس والميدياس راح وين تجي تتحد وين الفيشيلات وتسوي لنا نانا فيكس فيشلاته. بعد وين تكون سميكة فيشلاته؟ it is also thick around the knee joint or the knee region. بالمنطقة الني رجل هم راح تكون سميكة هنا الفيشلاته. ليش؟ where the fascia receive reinforcing fibers from the tendon of the quadriceps muscle. راح تتقوان هنا الفيشلاته by fibers اللي تجينا من quadriceps muscle. من tendon of the quadriceps muscle. إذن هسه منطقتين الفيشلاته تكون بيه the depth of the semike superior lateral of the thigh around the knee region superior lateral of the thigh ليش كم يسميكه لانه راح تجيها fibers in from the or fascial concentration from the gluteus maximus and medius muscle around the knee راح يجيها reinforcing fiber from the tendon of the quadriceps muscle وين تكون نحيفه أو رقيقة the fascia investment is thinnest where it covers the adductor muscle of the medial thigh. من على the medial thigh راح تكون الفاشيا تكون thinnest مو thick. إذا هسه منطقتين راح تكون بيها سميكة ومنطقة واحدة راح تكون بيها نحيفة أو رقيقة بال medial aspect of the thigh راح تكون thinnest وبالسوبريولاتر around the knee راح تكون thick. شو هاي الفاشيلات؟ شوف هسه هاي الرسم عندنا هذا الإليا كريست وهذا انجوانال ليجمنت. فالفيشيلات من تاخذ من الاليا كريست ومن انجوانال ليجمنت جوزي
وتمتد وين؟ على اللاتر اسبكت اوف ذا ثاي، والثاي كله توصل وين؟ المن للبون برومنس اوف ذا تيبيا. ايش موجود عندي؟ هنا راح تكون بالسوبريور اللاتر اسبكت راح يكون مور ثيك اند اراوند ذا ني جوينت، هنا جوا تكون هم ماتين ثيك، بط ان ذا اون ذا ميديال سايد او اراوند ذا ميديال الدكتور مصل او ذا ميديال ثاي راح تكون ثين. ايش موجود عندي بالفيشيالات؟ هاي موجود عندي on ovoid hiatus known as the saphenous opening. موجود عندنا فتحة هنا نسميها saphenous opening موجودة بالفيشل لاتي. Presented in the facial lata just inferior to the inguinal ligament. زين. The opening serves as entry point or for efferent lymphatic vessels and greater saphenous vein drainage into the superficial inguinal lymph node and femoral vein respectively. موجود عندي بالفيشل لاتي عندي فتحة يسميها ovoid hiatus موجودة بالفيشيالات just inferior to the inguinal جوه صار جوه الانجوانال ligament. شنو فائدة هاي الovoid hiatus؟ زين يدخل معتها lymphatic vessels والvein saphenous greater saphenous vein اللي هن شو يسوون lymphatic vessels يجيب لنا lymph element للsuperficial inguinal lymph node والجريتر سافينس فين يجيب لنا البلاد المن للفيمورال فين ريسبكتيفلي. واضح؟ هاي خلصنا الفيشيالات. اذا هسه الفيشيالات نعيدها سريع، هي عباره عن غلاف يحيط لنا المصل، نوع من انواع هو الديب فيشه يحيط لنا المصل والبون ويفصلنا البون والمصل او يحيط لنا المصل اوف ذا ثاي. زين تمتد from the iliacrest and iguan ligament لما توصل للبون برومنس of the tibia وبعدين تستمر ويا من ويا الفاشيا of the leg اللي كرور فاشيا. زين منطقة the fixed area of the fascia lata راح تكون two region عندنا بالسوبريور لاتر اسبكت وال around the knee region. بالسوبريور لاتر اسبكت ايش تكون هنا سميكة لانه راح يصير كوندستيشن او ذا فايبر كوندستيشن فروم ذا جلوتس ماكسيموس ان ميدياس، راح يجي فايبر من جلوتس ماسل ان جلوتس ميدياس وراح يصير تكون سميكة واراوند ذا ني ريجين راح تجي هم هي تجي تقوى باي فايبر تجي هم من كوادسبس تندن راح تكون سميكة وتكون نحيفة او رقيقة اراوند ذا ادكتر ماسل اوف ذا ميديال ثاي. وش موجود عندنا بالفيشيالات؟ موجود عندنا افويد هياتس اللي يدخل من خلالها اللفاتك فيزلز اند جريتر سافينس فين اللي يسوي لنا درنج المن اللفاتك فيزل درنج اللي سوبرفيشال ويل ليف نوت والجريتر سافينس فين يسوي لنا درنج للفيمورال فين. واضح؟ نجي على الموضوع الاخر الاناتوميكال ريليشن هو الاليو تيبيال تراكت. اليو تيبيال تراكت اي تي تي the iliotibial tract sometimes known as the iliotibial band او iliotibial او ITB يعني لها اسمين اما تسمى iliotibial tract او نسميه iliotibial band نفس الاسم او المختصر مالته ITT او ITB band is longitudinal thickening of the fascia lata which is strengthening superior posteriorly by fibers from the gluteus maximus. It is located laterally in the thigh, extended from the iliac tubercle to lateral tibial condyle. The iliotibial tract has three main functions. شنو iliotibial tract أو iliotibial band؟ هي عبارة عن longitudinal thickening of the fascia lata. احنا مو قلنا fascia lata من تجي من الياك من الياك كريست او الياك تيوركل اما والانوان قامت اما نروح للتيبيال برومبرونس اون ذا تيبيا فور الامتداد مال fascia lata الامتداد الطولي مال fascia lata والthickening of the fascia lata الامتداد الطولي مال fascia lata نسميه هو iliotibial tract. وبيش تتقوى؟ by superior posteriorly from the by the fibers from the gluteus maximus. احنا ايش قلنا فيشيا لاتا وين تكون سميكه؟ بالسوبريور لاتر اسبكت by fibers condensation of the gluteus maximus and medius. هاي فيشيا لاتا.
البوستيريور سوبيريور بوستيريور اللي هي راح تمتد منين؟ اللي يعتبر تراكت عباره عن لونجيتيودنال ثيكنينج، يعني الامتداد الطولي مال فيشلاتي، زين نسميه اليوتيبيال تراكت، زين which is strength تتقوى by superior posteriorly by fibers from the gluteus maximus. تتقوى اليوتيبيال تراكت ما يكون ليش تكون قويه؟ by fiber اللي تجيها من الجلوتيوس ماكسيموس مصر. وين موجوده اليوتيبيال تراكت؟ موجوده laterally in the thigh extended from the tibial او iliac tubercle to the lateral tibial condyle. شنو وظيفتها اليوتيبيال تراكت؟ has three main function. اول شيء movement act as an extensor, abductor and lateral rotator of the hip. ثلاث حركات تسوي لنا اللي تساعدنا بثلاث حركات بالاضافه للمصل اللي يسوي لنا ذي الحركات، تساعد بالاكستنسر والابدكتر واللاترال روتيشن اوف ذا هيب جوينت وذ ان اديشنال رول ان بروفايدنج لاترال ستابلايزيشن تو ذا ني جوينت. اذا هسه الوظيفه الاولى للاليوتيبيال تراكت سو اكستنشن ابدكشن لاترال روتيشن اوف ذا هيب، ونفس الوقت تسوي لنا تقوي لنا الاستابلايزيشن او تقوي لنا الثباتيه مال اللاتر اسبكت اوف ذا ني جوينت. هاي الفكشن الاولى. الفكشن الثاني اليوتيبيال تراكت كومبارتمنتيزيشن. كومبارتمنتيزيشن ذا ديبست اسبكت اوف ذا اليوتيبيال تراكت اكستندد سنترالي تو فورم ذا لاتر انتر ماسكولار سبتم اوف ذا ثاي اند اتاتش تو ذا فيمر. شو تسوي هاي؟ الوظيفة الثانية تمتد الاليوتيبيال تراكت وين الديب اسبكت مالته؟ وين يمتد؟ يمتد سنترالي تو فورم ذا لاتر انتر ماسكولار سبتم، يعني تحصل لنا المصل الموجوده باللاتر اسبكت اوف ذا ثاي. ليش؟ لان تمتد وين؟ لللاتر اسبكت اوف ذا ثاي وبعدين تتصل بالفيمر فتحصل تفصل المصل الموجوده باللاتر اسبكت اوف ذا ثاي. والوظيفه الثالثه هي ماسكولار شيث. Form sheath around the tensor fasciae muscle. سوي لنا شيث غطاء يعزل لنا التنسر فاشلاتا مصر هي راح نحكيها بعدين احنا هسه عندنا صار عندنا التنسر فاشا مصر فاشلاتا مصر او عفوا فاشلاتا واكو عندنا التنسر فاشلاتا مصر هسه راح نجي نحكيها. واضح؟ اذا هسه عندي موجود عندي الاليوتيبيال تراكت هو عباره عن longitudinal thickness of the الطول مال الفاشلاته بتتقوى بيش بالمصل او fibers from the gluteus maximus muscle extended from the iliac tubercle to the lateral tibial condyle. شنو وظيفته؟ movement compartmentization والmuscular sheath. كذا وظائف فبيجيك بالامتحان رايت بريفلي about the iliotibial tract او iliotibial band تكتب هاي شنو هي؟ عباره شو التعريف شنو اليوتيبيال تراكت؟ منين تمتد الى وين تروح والوظيفه مالتها. خارجك بالامتحان رايت بريفلي اباوت ذا اليوتيبيال تراكت. زين؟ ثلاث وظائف هي موفمنت والوظيفه الثانيه كومبارتمنتيزيشن والوظيفه الثالثه ماسكولار شيث راح تسوي لنا شيث تحيط لنا التنسر فيشلاتا مصر. اذا هسه خلصنا عندنا فيشلاتا خلصناها وخلصنا اليوتيبيال تراكت نجي على التنسر فيشلاته. على التنسر فيشلاته شنو التنسر فيشلاته؟ يقول التنسر فيشلاته the tensor fasciae is the gluteal muscle that act as a flexor abductor and internal rotator of the hip. Its name however is derived from its additional role in tensing the fasciae. اذا شنو التنسر فيشلاته مصر؟ تنسر فيشلاته هسه احنا عندنا اكو فيشلاته هسه اجتنا تنسر فيشلاته. شنو هاي التنسر؟ هي نوع من انواع المصل، مصل الجلوتال مصل. الجلوتال مصل عندنا هسه راح نجي نحكيها الجلوتال رجل المصل موجود عندنا الجلوتال رجل هسه نجي نسولف نحكيها. فالتنسر فيشلاته مصر هي وحده من الجلوتال مصل اللي شنو عملها؟ تسوي فلكشن وابدكشن وانترنال روتيشن اوف ذا هيب جوينت. ليش سميناها تنسر فيشلاته مصر؟ ليه من اجى الاسم مالته؟ از درايد فروم اتس اديشنال رول ان تنسنج فيشلاته. قلنا شنو وظيفتها؟ فلكشن ابدكشن انترنال روتيشن اوف ذا هيب.
وعندها رول ثاني او وظيفه ثالثه رابعه خلينا نقول عليها التنسر فيشلاتي اللي تقوي لنا التنسر تشد لنا الفيشلاتي، لذلك سميناها تنسر فيشلاتي. ليش سميناها تنسر فيشلاتي؟ لانه تقوي لنا او توتر لنا الفيشلاتي فيشل، لذلك سميناها تنسر فيشلاتي مصر. It is innervated by the superior gluteal nerve like gluteus medius and minimus but is located more anteriolaterally than the other gluteal muscle. The muscle originates from the iliac crest and descends inferiorly to superiolateral thigh. At the junction of the middle and upper third of the thigh, it is inserted into the anterior aspect of the iliotibial tract. When stimulated, the tensor fasciae tautens the iliotibial band and press the knee, especially when the opposite foot is lifted. شنو معناها هاي؟ طبعا تسأل تنسر فاشلاته مصر راح نحكي عليها بعد عندنا بالمحاضرة، يعني تكملة محاضرة على جلوتيا مصر، بس هاي شنو راح نحكي عليه؟ جاي نحكي على الفاشة والاليوتيبيال تراكت. نجي راح حكينا عن تنسر فاشلاته مصر هنا، وانا رجع نسولف عليها بالنوصل لجلوتيس مصر ريجن. تنسر فاشلاته هي عبارة عن جلوتيس مصر، جلوتيال مصر function of the وظيفته شنو؟ flexion abduction and internal rotation of the hip joint. ليش سميناها تنسر فاشل التمصل؟ لانه يسوي تنسك للفاشل تقوي لنا او توتر لنا الفاشل. It is innervated nerve supply mainly by superior gluteal nerve تشبه الجلوتيس ميديوس اند مينوس مصل but is located more anteriorly than the other gluteus muscle. الجلوتيال مصر وين موجودة؟ بالبوستيريور اسبكت اوف ذا ثاي او بوستيريور لاتر اسبكت الجلوتيوس ميديوس امينيموس، بينما هي التنسر فيشلات وين موجودة؟ بالسوبيريو، وين موجودة؟ بالانتيريو لاترال، انتيريو لاترال هذا ذنيتش وين؟ بالبوستيريور لاترال. الجلوتيوس ميديوس امينيموس موجودة بالبوستيريور لاترال، هاي لا موجودة بالانتيريو لاترال ريجن more than located more anterolateral than the gluteus muscle. The muscle the origin of the iliac crest will insert the descent inferiorly to the superiolateral thigh. يعني تجي من iliac crest وتنزل inferiorly على the superiolateral aspect of the thigh. زين on the junction of the middle and superior third of the thigh منطقة اتصال جزء العلوي الثلث العلوي والثلث الوسطي مال الثاي راح شنو؟ inserted into the anterior aspect of the iliotibial tract. إذا الأوريجن مال التنسر فيشلاتي يجي من إيه كريست؟ تنزل وين؟ على السوبريور سوبريور لاتر aspect of the thigh. At the junction of the middle and upper third of the thigh, it inserted into the anterior aspect of the iliotibial tract. إذا الأوريجن من إيه كريست؟ والinsertion على الاليوتيبيال تراكت at the middle at the junction of the middle and upper third of the thigh. When stimulated the tensor fasciae tauten the iliotibial band and press the knee especially when the opposite foot is lifted. من يسوي stimulation من حفز التنسر فاشيلاتي ايش راح يسوي لنا؟ راح يسوي tension عن على الفيشلاتي، وبدور الفيشلاتي راح يسقوني راح تكون اليوتيبيال باند، وبش راح اسوي؟ راح تكون مسند للني جوينت، خاصه في وين الابس فوت از ليفتد. ما ادري هسه وضعتها عندكم لو ما واضحه. راح عيد هذا عندنا باللاتر اسبكت اوف ذا ثاي، عندنا فيشلاتي، عندنا اليوتيبيال تراكت، وعندنا تنسر فيشلاتي. ثري ستراكشر عندنا موجود باللاتر اسبكت اوف ذا ثاي. عندنا الفيشلاتي قلنا هي نوع من انواع الديب فيشل تمتد من الالياك كريست والليجمنت وتوصل المن توصل للبون برومينس اوف ذا تيبيا، وش راح تستمر وي الديب فيشل اوف ذا ليك اللي كرور فيشل. واضح؟ وين راح تكون هاي؟ بها ثري ريجن، تو ريجن تكون الديب مالتها فيكست والريجن واحد وريجن تكون ثين. الريجن اللي يكون بيها ثيك وين يا ريجن؟ بالسوبريور لاتر اسبكت اوف ذا ثاي والاراوند ذا ني جوينت. وقلنا ليش هنا تكون منطقه سميكه؟
بالميديال اسبكت اوف ذا ثاي اراوند ذا دكتور هيب مسل راح تكون ثين. وش موجود عندي بالفيشلات؟ عندي فتحه يسميها اوفويد هياتس اللي تدخل مع التيرياتس سامنس بين والنفاتك فيزلز، هاي هو الفيشلات. بعش عندي عند اليو تيبيال تراكت اللي هو شو نسميها اليو تيبيال بان اللي يعتبر عباره عن لونجيتيودنال كونتينويشن ثيكنينج اوف ذا الامتداد الطولي من الفيشلات. يعني الفيشلات احنا قلنا مو تمتد لها كريست اللي ما توصل للتيبيا، الامتداد الطولي مال الفيشلات نسميه اليو تيبيال تراكت. اليو تيبيال تراكت هذا الامتداد الطولي مال الفيشلات. زين شنو وظيفته؟ هاي وظيفته موفمنت كومبرنزيشن والمصر شيث، هاي هو اليو تيبيال تراكت. بعد شدي راح تجي عندي تنسر فيشلاته. تنسر فيشلاته هي نوع مصل وليس فيش هنا مصل، واحدة من الجلوتيا المصل، وسميناها تنسر فيشلاته لأنه شنو توتر لنا الفيشة. الأورجن مالتها مين داخل من الإليك كريست، والإنسيرشن مالتها وين يكون؟ يكون هذا اليوتيبل تراكت. زين هذا شوفوا الرسم، هذا رسم. هنا عندنا شنو الفيشلات تجي، تجي هنا فيش من الكريست توصل وين الابيال التيبيال برون برونس اوف ذا تيبي. الفيشلات هنا زين تجي شنو الاليو تيبيال تراكت، هو عباره عن لونجيتودنال كونتينويشن اوف ذا فيشلات. قلنا وقلنا هم تمتد من الكريست المن اللي تيبيال توركل. شو موجود بقى عندي؟ تنسر فيشلات مصر من تاخذ الاوريجين مالته من الالياك كريست، وين تجي وشو تكون؟ انتيريو لاترال بس ما تاد الانتيريو لاترال، بينما ذا ليتشي اللي جوس ميدياس وين مصر موجوده على البوستيريو لاترال، هاي موجوده مور انتيريو لاترال. تنزل وين الفريالي، وين تجي تتصل الاوريجين مال السيرشن مالته هذا اليو تيبيال تراكت. هذا الانسيرشن مال تنسر فيشلات مصر وضحت هسه هنا هذا جكشن اوف ذا ابر ثيرد والميدل ثيرد، هاي منطقه اتصال جكشن، هذا هنا عند الميدل ثيرد شو نقسم الثاي ابر ثيرد ميدل ثيرد لور ثيرد، هذا جكشن اوف ذا ميدل ثيرد والابر ثيرد راح شنو هنا التنسر فيشلات مصر انسيرشن مالته هذا اليو تيبل تراكت. واضح شنو وظيفتها؟ بالاضافه الى الابدكشن وانترنوشن وانترنوتيشن الفلكشن وابدكشن وانترنوتيشن اوف ذا هيب ابفلكشن ابدكشن ان انترنوتيشن اوف ذا هيب تسوي لنا تنسر فيشلات. ايش راح تسوي لنا؟ ايش تسوي؟ من نسوي مين يصير بيها استيميليشن تنسر فيشلات مصر هاي مين يصير بيها استيميليشن؟ ايش راح تسوي؟ راح تحرك لنا الايديوتيبال تراكت هذه، وهاي اليوتيوب تراك نفس الوقت راح تسوي راح تسحب لنا التنسر فيشه او الفيشه لا تمصل، وراح شنو تعمل لنا كبريس او تقوي لنا منطقه الني ريجن. يعني هاي تتقلص سحبت هاي اليوتيوب تراك، اليوتيوب تراك راح تسوي لنا راح تسحب لنا الفيشه لاته وراح تقوي لنا منطقه الني جوينت، ما تخلي الني جوينت تحافظ على الاستابلتي اوف ذا ني جوينت. واضح هاي خلصنا ال اللاتر اسبكت اوف ذا ثاي او الفيشه واليوتيبيك تراك والتنسر فيشه لا تمصل. راح نجي هسه على الجلوتير ريجن. الجلوتير ريجن شبيها ات كونتينت تو تايب اوف ذا مسل ذا سوبرفيشال مسل والديب مسل. الجلوتير ريجن از ان اناتوميكال اريا لوكيتد بوستيريرلي تو ذا بيلفيك جيردل. وين تقع؟ posterior للبيرفيك at the proximal end of the femur. The muscle in this region move the lower limb at the hip joint. The muscle of the gluteal region can be broadly divided into two groups: superficial adductor, abductor and extensor muscle, well deep lateral rotator muscle. إذن الـ gluteal region وين موجودة؟ هي عبارة عن anatomical area located posterior to the pelvic girdle at the proximal end of the femur منطقة البوتك، هاي يسموها gluteal region أو البوتك region. زين the muscle in this region شنو وظيفة هاي المصل in this region؟ تحركنا move the lower limb at the hip joint
المصل الانجليزي يتقسمين الى تو جروب، ذا سوبرفيشال اب دكتر ان اكستنسر مصل والديب لاترال روتاتر مصل. فانا اجيب لك بالامتحان النيومريت ذا مصل او سوبرفيشال اب دكتر او سوبرفيشال، راح ما اجيب لك اب دكتر، ساجيب لك سوبرفيشال مصل ان ذا جلوتير ريجن، او اجيب ذا ديب مصل ان ذا جلوتير ريجن. ما تخبط الاثنينات سوا، كل واحده بوحدتي. فهسه راح نحكي على واحده واحده، سوبرفيشال ابدكتر ان اكستنسر مصل من النذني جروب اوف ذا لارج مصل ذات ابدكتد ان اكستندد ذا فيمر انكلود جلوتيوس ماكسيموس جلوتيوس ميدياس جلوتيوس مينيموس ان تنسر فيشه لاتا مصل. اذا كم مصل عندنا موجود في الليست جروب؟ اربعه، جلوتيوس ماكسيموس والجلوتيوس ميدياس والجلوتيوس مينيموس ان تنسر فيشه لاتا مصل. الديب لاترال روتاتر جروب او مصل جروب اوف سمولر مصل، جروب اوف سمولر مصل mainly act to laterally rotate the femur include the quadratus femoris, piriformis muscle, gemellus superior and gemellus inferior and obturator internus muscle. The arterial supply to this muscle is mostly via the superior and inferior gluteal arteries. Branches of the internal, here branches from the internal iliac artery. Venous drainage follow the arterial supply. إذن هسه عندي two group in the gluteal region muscle. عندي superficial abductor extensor muscle and deep lateral rotator muscle. The superficial abductor extensor muscle هي عبارة عن large muscle تتكون من تسوي abduction and extension of the hip joint. Abduction and extension of the hip joint. تتكون من كم muscle؟ four muscle. اللي جلوتس ماكسيموس والجلوتس ميدياس والجلوتس مينيموس ان تنسر فيشل التمصل. مش عندي بعد؟ عندي الديب لاتر روتاتر مصل، راح تكون حجم المصل سمولر ذان ذا سوبرفيشال، حجمها اصغر. فاكشن هو لاتر روتيشن اوف ذا ثاي او فيمر اراوند ذا هيب جوينت. الوظيفه مالتها تتكون من lateral rotated of the femur include of the quadratus femoris, piriformis muscle, gemellus superior muscle and gemellus inferior muscle and obturator internus muscle. The arterial supply the muscle in the lateral supply via the superior and inferior gluteal artery اللي هي عباره برانشات من الانترنال اليك artery. هذا الانترنال اليك artery هو موجود داخل الابدومين داخل بيرفيك، يعطينا سوبريور انفير جلوتير نسولف عليه بعدين بنفس مرحله البلس سبلاي. والفياس درينج هو نفسه سوبريور انفير جلوتير، نفس اسماء الارتري ونفس اسماء تتبع نفس اسماء الارتري. هسه راح نجي نحكي على السوبرفيشال مصل وحده وحده. The gluteal region consists of the three glutei and tensor fasciae lati. They mainly act to abduct and extend the lower limb of the hip joint.